المراسل عبد الرحمن الدحيم تواجد في نادي الهلال والتقى بالأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال للحديث عن وضع الفريق الهلالي بعد الموسم وما تم بينه وبين الشريك الاستراتيجي لفريق الهلال. زميل عبد الرحمن تواجد هناك ورصد هذا الحديث للأمير عبد الرحمن مشعل. والله أول شيء رحبت بالأخوان الأعضاء اللي أكرمونا بالاشتراك بالبطاقة البلاتينية. طبعا هي لها عدة شروط ولها عدة استحقاقات تتحتم على النادي أن يؤمنها لأصحاب البطاقات الأكارم اللي هم من كبار الداعمين للهلال نعتبرهم. طبعا دورنا احنا كإدارة نحن نشجع على الأمر لأنه في مدخل كبير للنادي، يعني في دخل كبير للنادي، ومن حقنا عليهم أن احنا نطلعهم على، يعني تكلمت معهم عن كل اللي حصل الموسم هذا، عن خفايا بعض الأمور، عن أسباب اللي دعتنا لاتخاذ بعض القرارات، عن رؤيتنا المستقبلية لما ينبغي عمله، عن الرؤية الموسم القادم، عن الصعوبات اللي تواجهنا، يعني الخطوط العريضة تكلمنا فيها وعن بعض التفاصيل. وهذا حق علينا للإخوان اللي يدعموننا ويشاركوا في هذه العضوية. المفترض أن يكون كم لقاء سمو الأمير في السنة حسب هذه الباقة؟ والله أبدا، احنا طبعا التواصل بيننا وبينهم مستمر وجميعهم حيكون اتصالي فيهم مباشر في أي وقت. النادي مفتوح لهم وفق الشروط اللي في البطاقة، سواء البلاتينية أو الفضية أو الزرقاء. كل بطاقة لها مزايا تتصاعد إلى أن تصل البلاتينية، هي كل المزايا فيها، وفيها إضافة إلى ذلك الاجتماع بمجلس الإدارة أو برئيس مجلس الإدارة، ويعني وضعهم في الأجواء وإحاطتهم بما يتم وكيف يتم ولماذا تم. أعتقد أنه اجتماع مفيد كان ويستحقون مننا أن احنا نحطهم في الصورة. سمو الأمير، حد معلوماتي أن النادي يستفيد 40% والبقية لموبايلي، والموبايلي هي تتكفل بكثير من التفاصيل اللي تخص هذا الأمر. لكن على مستوى النادي أتحدث كإعلامي سمو الأمير، لم أشاهد تسويق بمعنى الحقيقة، أتكلم عن لاعبين، تسويق هذه الباقة حتى يكون القبول أكثر. كوني متوقف عن اللقاءات وما عملت أي تصريح وأعمل تصريح معك، هذا يدل أن احنا قاعدين نسوق الأمر بشكل جيد. إذا مشاهدينا الكرام، هذا حديث الأمير عبد الرحمن بن مساعد وتركي، يعني شريك استراتيجي ما بين الهلال وبعض الأندية السعودية الموجودة، في علاقة ود، في محبة، في طلب استمرارية من خلال تواجد الشركاء مع الأندية السعودية. هو طالما في احترام متبادل، في وضوح، في شفافية، أعتقد أن الشراكة حتستمر. حقي لفت نظري كلام عبد الرحمن مساعد، وهو دائما يعني شفاف ويطلع الجماهير على المستجدات بشكل واضح، يعني ما عنده خفايا، انه قال اي عضو شرف او اعضاء شرف الداعمين يجب ان اطلعهم على المستجدات والخفايا، هذا شيء جميل غير حقيقي لا يستشير. لكن امير عبد الرحمن سعد بخطوته هذه صدقني حيستمر الهلال في القمه طالما هناك جسور ود واخذ وعطاء مع المعنيين الشرفيين، اصحاب من يدعم، أصحاب طاقات البلاتينية زي ما قال سمو الأمير لهم مزايا، أتمنى استمرارها. أتمنى أيضا الشركة الراعية، يعني الشريك الاستراتيجي، تستمر في خدمة الرياضة السعودية عن طريق نادي الهلال، لأن المستفيد بشكل عام هو الرياضة السعودية. عبد الله، تعليقك على الحديث الأمير عبد الرحمن وإطلاع الشريك على كل ما يجري في الهلال من خلال هذا الموسم. والله لا شك هذا عمل جميل الحقيقه، وتعودنا هيئه من اداره نادي الهلال مع الامير عبد الرحمن بن مساعد هذا 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 العمل، يعني عمل منظم، عمل حقيقه جميل ومرتب، يعني بالتاكيد يعني 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 العمل الان في 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 الانديه يجب ان يخطو خطوات الى الامام، خطوات للمستقبل. ليست الانديه كما كانت بالامس، يعني يعني مجرد رئيس النادي هو المتحكم وهو المسيطر وهو الامر ب ب ب بكل ما 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 يتم خلال في 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 النادي. اليوم حقيقه هيئه اعضاء الشرف او هيئه او الشرفيين او حتى الشريك او الشركاء، كل هؤلاء لهم الحق حقيقه في المشاركه في 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 العمل، والعمل الجماعي دائما يؤدي الى مكاسب كبيره ونتائج وبطولات متعدده، وهذا ما يحدث في نادي الهلال. عبد الله، من خلال اللي قاعد يصير ما بين الهلال والشريك الاستراتيجي، كذلك بقيه الانديه، لا نخصص فقط الهلال، ايضا الحديث عن
بقية الأندية اللي معها شركاء هي أولى خطوات الخصخصة من خلال التعامل الإيجابي الواضح ما بينها وبين الشريك؟ والله يجب أن تخطو الأندية فعلا هذه الخطوات، يجب أن تغير من منهجيتها. أنا أتحدث لما نتحدث عبد الله نتحدث عن أندية، عن أندية الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والشباب وربما أيضا الاتفاق الذي للأسف ليس لديه شريك وليس لديه راعي يعني 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 يكون مع هذا النادي العريق. ولذلك حينما نتحدث عن هذه الأندية، إذا بقية الأندية الأخرى أين هي الآن؟ يعني هي تعمل لا شك. يعني أنا يعجبني كثيرا نادي مثل نادي الاتفاق ونادي مثل نادي الفتح، يعني تقدم نفسها بشكل مميز في دوري المحترفين وهي لا تحصل على شيء وليس لديها شريك استراتيجي فيها في هذا الشأن، بينما هناك أندية كبيرة الحقيقة موجودة لديها فلسفة ربما يعني تباعد بينها وبين الخصخصة في المستقبل. العمل يجب أن يكون عمل في استراتيجية وفي 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 في تنظيم بشكل جيد كما يحدث في أندية الهلال والأهلي وربما النصر والاتحاد والشباب. يجب هذه الأندية حقيقة أن تسير على نفس الخطى وأن تكون فعلا يعني 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 مقدمة إلى عمل الخصخصة، لأنه ترى عبد الله مسألة الشركات ومسألة الخصخصة إذا لم تكن هناك أرضية وبيئة جميلة صحيح. ومعطيات جميلة ومناسبة لهذه الشركات وهذه وتكون هناك علاقة استراتيجية وشراكة حميمة يعني وقابلة للعمل المنظم الجميل ولديها حقيقة كل السبل النجاح، أعتقد أن الشركات لن تتقدم أبدا. على الأندية أن تتقدم أولا ثم تجد الدعم من الشركات صحيح. الأخرى أيضا عبد الرحمن الدحيم تحدث مع الأستاذ محمد المبدل مسؤول المشروع بين الهلال والشريك الاستراتيجي. نتابع حديث الأستاذ محمد المبدل ثم نعود من جديد. هي في ميزة برضو يعني كانت أصعب من هذه شوي، وهي كانت النقل التلفزيوني، نقل التمارين عبر الانترنت كأول نادي في العالم. طبعا هذه ميزة للمشترك أو للعضو أنه يطلع على التمرين من خلال الويب سايت حقت الموقع في أي مكان في العالم. في إضافات واضحة على أنه العمل ليس فقط شريك، في تحفيز، في ترغيب للجماهير، ليس فقط نتحدث بشكل محدد بشكل عام. هو يعني مو شرط نادي الهلال، كل الأندية اللي حقيقة. أول شيء نشكر شركات الاتصالات، شركات الراعية، يعني بدلت صراحة هي تستاهل فعلا، لأنه على الأقل حافظت على هوية وحضور الفرق السعودية. لكن أنا ما أزل في بشرة الدراسة الآن واللجنة اللي رأسها الأمير عبد الله مساعد على الخصخصة، طبعا قاربت الله الحمد على النهاية، سيكون هناك مناخ استثماري مختلف تماما. أيضا رخص الأندية اللي فرضها الاتحاد الآسيوي حتطبق، طبعا أي نادي يشارك في البطولات الآسيوية لابد يكون عنده رخصة معتمدة تتضمن الترتيب الأمور المالية وإلى آخره. سيختلف الأجواء، ستختلف طريقة الصرف المالي، حيكون هناك متابعة. إذا زي ما تفضل عبد الله الشيخ، هناك أرضية إن شاء الله ستساعد على جلب رعاة ومساهمين في الاستثمار الرياضي.